لله الحمد، خلتنا وفرنا فيها والحين راجعين للدوري. العب يا ولد، العب يا ولد، يا سلام، العب العب يا سلام، سلم. في قلب الصحراء مرحبا بكم في نزوة شكلها بهالموقف ان شاء الله عقب الحرب. ما شاء الله الدنيا غير في نزوة. شوفوا شو قدامي يا جماعة. واحمد لا تلف دخيل الجد. شوفوا دخلنا العاب هاي نص العاصمة، قادر اسوق اللي هو والمهب قوي يا جماعة الخير. والله اني اسوق غير واحد. نلعب يا ابو احمد، الله يعين. ان شاء الله دورنا بس فتة نزل. والله المهب قوي جدا جدا يا جماعة الخير. المغامرة بدأت الحين على هالاجواء اللي مرينا، رطوبة حر، وحين الأمطار هني والهواء شيء خير. دخلنا في عاصفة لا صارت مثلها. شوف والله يا ريت تشوفون الكاميرا كيف تصور، لكن الواحد لما شوف يا مو قادر. ها أحمد هلا، والله مو قادر انسى الكنترول. انا امشي بغير واحد، ما ادري عن هذا الباقي شيء. شوفوا يا جماعة الخير قوة الهواء والمهب شيء فظيع. بعدنا ما وصلنا اعتقد في نص العاصفة هاي. يا رب، وما زالت الامطار والهواء. سبحان الله دخلنا. شوف الشمس كيف ما تبين، يا سبحان الله. شيش الكنترول كنا بنوقف. أحمد يا أخي بان نلف يا أحمد، مو قادرين نعمل بدروع الدراجة. والله الجوع خطير خطير يا جماعة الخير. الحمد لله زين حصلنا شيش بتروع يا جماعة الخير. تولينا بعدنا ما دخلنا، ظني في نص العصر. سبحان الله، شوف تغيير الجو 180 درجة من مكان لمكان. بدأت الأمور وانطلقنا الحمد لله. والله بعد شيء مطر، لكن شوي أخاف من الساعة لأن الساعة فيه هو ومطر. سبحان الله الجو انقلب 180 درجة من دخلنا نزوة. بسم الله توكلنا على الله، الله سهل الأمور. بنلحق الدرب قبل ما تظلم الدنيا. شوف انعكاس الشمس على الشارع شيء سبحان الله. لكن والله متعة في اليوم، مغامرة
من الاخر على الدوب، الشمس حارة، رطوبة، امطار، فعلا واحد يحس بالمغامرة. والله برد الجو لان تحرسنا صراحة، ما شيء الجاكيت هذا ما يوبل، اي ووتر بروف منه. وقت لا شاف شو ذبرو برد، منظر عجيب. سبحان الله، مطر هو ربس الدنيا وتغير الجو، وشوف المنظر البديع. سبحان الله،